في تصويت تمهيدي أجري الأربعاء، أقر البرلمان الإسرائيلي بغالبية الأصوات على مشروعي قانون يطالب الأول بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ليلا، في حين يدعو الثاني إلى حظره بشكل كامل أكان ليلا أو نهارا في القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل. النقاشات جرت في أجواء مشحونة بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم والنواب العرب. النائب عن حزب البيت اليهودي الذي دعم المشروع قال هذا ما يعنيه القانون، إنه قانون مبني على بعد اجتماعي يهدف إلى حماية نوم المواطنين دون لا سمح الله إيذاء العقيدة الدينية لأي شخص سواء من الإسلام أو اليهودية أو أي إيمان بالله. هذا الإيمان مشترك لنا، الله أكبر الله أكبر. ومن جهته انتقد النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة ثالث قوة في الكنيسة الإسرائيلي مشروع القانون. في هذا البيت لم نتدخل أبدا في أي احتفال ديني يخصكم ويخص الديانة اليهودية، تصرفكم يعد مجازفة عنصرية، أنتم تتدخلون في القضية الأكثر حساسية بالنسبة للمسلمين وتريدون إلحاق الضرر بدين الإسلام. ولدخول المشروعان حيز تنفيذ يجب أن يخضع نصيهما للتصويت في ثلاث قراءات إضافية. مسعى البرلمان الإسرائيلي أثار غضبا كبيرا في العالم الإسلامي والعربي، كما استنكرته عدة منظمات حقوقية واصفة إياه بالاستفزازي.